السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطور مية جاي لنا، مطور واحد حصان، صاحبه بيقول يعمل صيانة كان مركون عنده، فاحنا دلوقتي هنجرب ونشوف. اول ما هنجرب على لمبة السيريا دي. لمبة السيريا اهي، اللمبة شغالة، بقينا المطور سليم، الملف بتاعه سليم. نبتدي نكشف على الكهرباء، حط في الكهرباء مباشر. الموتور بيزن. اول حاجه هنعملها هنفك الغطاء اللي ورا بتاع الموتور. شوف هنا الريشه تقيله، الريشه معانا تقيله. هنبتدي نفك الريشة عشان نشوف العمود تقيل ليه. شوف هنا العمود تقيل معانا. هنجيب بنسة او مفتاح اي حاجة ونلف. العمود مزرجن تقيل، مستحيل نعمل فيه اي حاجة، لازم نفك. هنفك الاربع مسامير. اي موتور فيه اربع مسامير هنحاول نفكهم عشان نعزل الموتور عن الطولمبة ونبتدي نشوف المشكلة فين. فكينا الاربع مسامير، نبتدي نفصل الموتور عن الطولمبة. راقب طريقة الفك، بفك منين؟ من عند العصب بتاع الودان. يا ريت محدش يفك من النص من هنا، هنا في عصب. موتور كان مركون فترة طويلة، ده السبب اللي خلاه قافش. هنفك برضو هنا ونشوف، ده يستحيل يشتغل برضو. يعني لو حبينا نجرب هبتدي يفك اهو. الساقية بتحاول تلف بالعمود بس لسه فيه تقل، فاحنا هنفك الساقية عشان نشوف السبب بتاع التقل اللي في العمود ده ايه. شوف بيبتدي بدأ يلف بالايد اهو، بس فيه صعوبة شوية. لو شغلنا في الكهرباء هيشتغل. هنا الأوتسيل، أي أوتسيل للموتور ليه جزئين. الجزئين دول ممكن الموتور يشتغل من غير مية، فالجزئين دول بيلزقوا في بعض يعمل عملية التقل دوت. ده السبب إن الموتور بيسيبوه فترة طويلة شغال من غير مية، جزئين الأوتسيل بيلزقوا في بعض. هنفك هنا ونشوف. شوف هنا حضرتك الموتور مفهوش صامولة زنق للساقية. هقرب عشان تشوف. هنا بيبقى فيه صامولة، الصامولة مش موجودة، صامولة واقعة يا اما متاكلة، المية كلتها. هتحط مزيل صدى على العمود. عشان يفك الصدى اللي هو ماسك الساقية. طب ما عندكش مزيل صدى، اي نقطتين جاز او بنزين.
في واحد قايل البنزين غلط. انت على ما تشتغل وتخلص شغل لو البنزين وقع على الملف ما تقلقش، في خلال نص ساعه ربع ساعه البنزين بيطير. نبتدي نحاول نهز الساقيه اجنتين مفكين مبططين زي دول، وتحاول تسايس خطوه خطوه. طبعا كل ساقيه وليها عصب من هنا اهو، فيها كذا عصب. عمليه الاجنه تتحط ناحيه العصب، ما تتحطش في المكان الفارغ عشان ما تطبقش الساقيه. تحاول تسايس خطوه خطوه لغايه ما تجيب معاك. طلعت الساقيه. نوريكم العصب. ده العصب اهو. دي الفواصل اللي هي ماسكه جزئين بتوع الساقيه من هنا ومن هنا، وبتعمل مجرى عشان تدفع الميه. العصب ده واصل لغايه هنا كده. من هنا لهنا قافل، مجاري مقفولة ومفتوحة من هنا عشان تدفع المية. نيجي بقى نشوف العمود هنا، شوف لسه تقيل برضه، في خابور هنحاول نطلعه. ده الخبورة اهو. نبتدي نطلع القرشين. شوف هنا القرشين الخفيف. قرشين القرشين ما يطلعش خفيف بالطريقة دي. شوف يا جماعة، احنا هنقرب الكاميرا عشان الشغل يبقى ايه واضح قدامنا. شوف هنا الأرسيل ده غلط. الأرسيل الأرسيل يطلع بصعوبة. الأرسيل هنا طالع خفيف. برضو العمود تقيل. شوف لسه العمود تقيل. هنضطر نفتح الموتور اربع مسامير، هنفتحهم على السريع. كده احنا فكينا الاربع مسامير اسمهم جوايد. نبتدي نطلع الملف. شوف هنا ريحة الورنيش محروق، بس الملف هنا سليم. الموتور شغلوه غصب عنه. ملفات هنا الورنيش ريحته من السخونية. هنحاول نعوض الورنيش ده، نحط له ورنيش تاني. ربنا يستر يكون شغال. هنشوف بقى سبب القفشة منين. ده سهل اهو، والبلية سهلة هنا. طب ايه اللي حصل؟
هنا الورنيش سايح على الروتر، ده السبب الهفشه بتاعت الموتور. عشان ما تتلخبطش لازم تعرف الجزء الصح الخلفي من الامامي، لازم تدي علامه هنا عشان لما تيجي تقفل الموتور ما يبقاش الملف معاك معكوس. ادي علامه هنا اهي وعلامه كده، دي عشان تعرف الجزء الخلفي من الامامي. في واحد يقول لك انا عارف، بس لما يجي يقفل ممكن يغلط ويركب بالطريقه دي، كده الموتور هيلف معاك عكسي. شوف هوريك الملف دلوقتي. شوف هنا الملف ده تشغيل، ملف التشغيل محمص من كتر السخونية، محمص اهو. شوف التقويم برضو محمص، بس يا دوبك واخد اللون اللي هو النحاسي، انما ده محمص خالص. فربنا يستر والموتور ملف يطلع سليم. شوف هنا الضفيرة طالعة من السخونية محمصة، ده العلامة اللي احنا علمناه عشان نعرف تركيب الموتور الصح الاتجاه الصح بتاعه. هنا بقى اوريك الورنيش السايح ونزل على الستوتر على الجسم الحديد وعمل ايه. هنا اهو الورنيش سايح، ده السبب اللي خلى الموتور يقفش. احنا شفنا البلي، لقينا البلي سليم وكويس. الورنيش هو السبب اللي خلى الموتور يقفش من السخونية. الورنيش سايح هنا اهو، الورنيش سايح على الروتر خلاه قفش. فاحنا هنصنفر كل دوت وننضفه عشان الروتر يبقى حر جوه الملف اللي هو الاستوتر اهو. اي صنفرة وصنفر الورنيش السايح هنغسل بشوية بنزين. هنسيبه بقى شوية ونشوف الجزء التاني. ممكن تصغر الصنفرة حتة صغيرة كده عشان ما تجرحش السلوك. المهم تضمن ان مفيش ورنيش جوه الاستوتر. كده نضفناه، طبعا هنديله شويه ورنيش على المخدتين اللي هم محمصين دول. اي سلكه اي مفك رفيع وتحط فيه، لف عليها حته قطنه عشان ما تهدرش الورنيش معاك. ممكن تصب كده بالطريقه دي، بس عشان ما تقدرش الورنيش معاك هو الورنيش بيسيل وبينزل في المجاري بتاعه الاستوتر
حط الورنيش هنا ينزل لغايه الاخر، وتحاول تمسح الستوتر لو نزل عليه من جوه ورنيش. طبعا الطريقه دي هتسيبه في الصيف لمده نص يوم، في الجو البارد ممكن يوم او يوم ونص. مستعجل شغل فرن البوتاجاز وحطه جوه الفرن بدرجة حرارة الشمس لمدة ساعتين ثلاثة لو مستعجل. هنسيبه بقى لغاية ما يصفي وينزل تحت بالطريقة اللي انت شايفها دي.